انا هكنس الحته دي، روح انت بقى اكنس هناك. بقول لك ايه، ما تكلمنيش كده بالاسلوب ده، بس برضو انا اروح اكنس هناك واي خدمه يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الهمه والنشاط ده كله؟ احنا كلنا نشاط يا عم عجب، بس انتوا اللي مش واخدين بالكم من مجهودنا. لا لا لا، ازاي يا نودي، مجهودكم واضح طبعا، الشارع بقى نضيف وجميل، تسلم ايديكم. وانت لسه شفت حاجة يا عم عجب؟ ده انت هتلاقي الشارع ده بيبرق. ايه يا عم بيبرق ايه يا عم انت؟ ده انتوا بتعملوا الحاجة دي من فوق الوش كده من غير ضمير ولا ذمة ولا بتعملوا حاجة ابدا. شايف البرقان بتاعي اهو، احسن من البرقان بتاعك اهو. شايف انا بعمل ايه؟ انتوا جي ايه الجن ده؟ جيل ما يعلم بيه الا ربنا، من فوق الوش بتعملوا؟ يا سلام. فاكر يا عجب، فاكر ايام التنظيف الجميل اللي احنا كنا بنعمله زمان في الشارع ده اهو؟ كنا نبدا نمسح كده في الارض لما الارض تبقى زي المرايه، المرايه، وانا كده اجي اخرج اروح مشوار او مطلع المشط وباصص في الارض، لقيت الاقي وشي كده اهوت جميل كده اهوت واتسرح. بس انت عيني ما كنتش بتتسرح بالمزلقان اللي في دماغك ده. بس احنا بنكنس اهو وبننظف بذمه وضمير يا عم شكل. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا نودي؟ انت كويس؟ بس التراب دخل في بقي. سلامتك يا نودي، لعله خير. ايه ده نودي؟ تعالى تعالى اقول لك. ايه؟ تعالى، انت سامع بيقول ايه؟ بيقول لك لعله خير، شكله فرحان فيك. لا يا اخي، لو فرحان فيا ما كانش قال لي سلامتك. ركز انت بس في شغله، في شغلك يا بودي. ايه ده، ما انا مركز اهو وقربت اخلص وانت لسه ما خلصت. لا انا هخلص الاول على فكره. لا انا اللي هخلص الاول. انا اللي هخلص الاول. لا انا الاول. انا الاول. اوه انا الاول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الفلوس الجميل ده، انا جبت لكم الزينه والفانوس اللي معايا عشان اعلمهم في الشارع الجميل ده. تسلم ايديك يا ميمو، وريني بقى كده، وريني. اي اه 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 إيه؟ اه يا ايدي، اه يا ايدي. معلش يا بودي معلش. انت كويس؟ ايوه، بس شكلي عورت نفسي. وريني كده اهو. لا يا بودي يا اخي، ده خدش بسيط. ايوه بس بيوجعني قوي. سلامتك يا بودي، لعله خير يا ابني. اهو قالها لك اهو، محدش احسن من حد. بقول لك ايه، ما تضايقنيش، خد الفانوس بقى والزينه من ميمو وعلقهم بدل الغلاسه دي. بس كده، هات يا ميمو. اعلق معاكم وتديني الفانوس هديه احطه في الشرفه؟ بقول لك ايه، بقول لك خليك بقى في اللي بيبرق. انت يا عم شكل بقى، انت مش هتعرف تعلق، انت كبير. هم هيعرفوا يعلقوا يا شكل. ناولين اللزق يا ميمو. شكل عندك الشنطه. ناولني اللزق يا عم شكل. فين اللزق يا ولاد؟ انا مش شايف. فين اللزق؟ يلا هنعلق الفانوس هنا خلاص. عنده في الشنطه على فكره. ماما بتقول لك اللزق في الشنطه. ايوه افتح الشنطه يا عم شكل والدول، ولا قوم انا، بس انا ايدي وجعاني مش هعرف. ده انا بحب اللزق قوي قوي. ده جميله زينه دي قوي يا ميمو. ايه ده الالوان العظيمه دي؟ ايه ده؟ يلا ناولني بقى اللزق يا عم شكل. حاضر. يلا. حاضر. ناولني الفانوس كده. طيب. حاضر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ نودي. ايه ده ايه ده؟ اي 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 رجلي يا حراشي، يا رجلي. ايه ده ايه ده نودي؟ انت كويس يا نودي؟ رجلي 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 رجلي. طب على مهلك على مهلك، تعالى استند عليا، تعالى تعالى اسند عليا كده، تعالى على مهلك. بالراحة. حاسس بايه يا نودي؟ رجلي يا ابو عجب، رجلي بتوجعني قوي. يا رجلي. طب قادر تحركها؟ بس بتتحرك بتتحرك، بس وجعاني برضه يا عم عجب. يعني بتتحرك عادي يعني؟ بس بتوجعني يا عم شاكل قوي. بس احنا لازم برضه يا عجب نعمل له عليها اشعه ونروح للدكتور برضه عشان نطمن، ولا ايه برضه؟ الحمد لله انها جت على قد كده، لعله خير يا نودي. لا بقى خير. لا بقى كفايه بقى، هو كل شويه لعله خير كده. كتير يا عم عجب. كتير يا بودي. يعني قلتها لما هو كح ودخل تراب وفي عينيه وعديناها، وقلتها لما ايديا اتخربشت وقلنا زي بعضه،
لكن رجله وجعاه ولسه مش عارفين فيها ايه وتقول له لعله خير، فين الخير ده بكل ده؟ ما هو اي حاجه بتحصل لنا لعل يبقى من وراها خير يا جودي. لعله خير ازاي بس يا عم عجب؟ ده انا رجلي وجعاني قوي. بصوا انا هحكي لكم قصه عن الجمله دي تحديدا هتفهموا منها قصدي. طب مش نبدا المسابقه بعدين نبقى نشوف حكايتك يا عم عجب؟ مسابقه ايه ونحكي ايه؟ هنودي نودي الاول للدكتور طبعا. لا لا يا بودي لا خلاص ملوش داعي، انا بقيت احسن دلوقتي. هلعب وانا قاعد بس الحلقه نكمل الحلقه ونروح للدكتور بعد كده. لا ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ بس اللي انت شايفه بقى، يعني انا هشيل الفانوس بقى والحاجات دي دلوقتي على جنب وكفايه بقى، كفايه ضحايا لحد كده لعله خير. هاجهزين للمسابقه؟ يلا بينا. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال، لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.